هاي ساعة ساعة يوم جديد ورحلة البحث عن الكنوز جديدة. طيب امبارح اجينا لهون وهي اليوم كمان هون، هي اليوم الثاني، يعني انا رح مشطه للنهر كله من اولته لاخرته، ولكن انا رح اعرض جميع الفيديوهات. هلا انا شو بيعطيني رن الجهاز رح فرجيكم، يعني رح شغل، ما رح فرجيكم كل شيء، يعني انا وماشي وانا وقاعد وانا واقف، لا حصرا رح بس يعطيني الجهاز رنه كويسه قويه رح يعني اعرضه. خلونا نقول يا رب ونبلش نمشطه لهالراين، نهر الراين من اولته لاخرته يا رب. كمان حديد، يعني على الارقام الخفيف انا عازل الحديد، ولكن اجباري بيطلع صوت اذا مخلوط، اذا حديد مخلوط ماده ثانيه، ولكن رقم خفيف انا ما بدور عليه، رقم صغير ما عم بدور عليه. طيب عند جزء الشجره هذا طلع عندي رقم، يعني 95 94 95 94. طيب خلينا نحفر هون ونشوف شو الله بيرزقنا. يا الله هاي قريبة ما بعيدة، قريبة ما بعيدة. هذه قريبة ما بعيدة، خلي كل شيء واضح. هذه هي، السلة تحت، السلة تحت. جزء الشجرة، هذه جزء الشجرة بيعني على النهر هون هون. هاي ساعة ساعة وهي الغطا الإله مكسورة قديمة كتير، متاكلة والله، عم تبرم بس لا تبرم على الفاضي. هيدا خلينا نشوف، هي قديمة شايفين، يا الله قديمة كتير. هلا انا ما بعرف شو عمرها، مرسوم عليها قطار، والله في نوع ساعات. لحظة نشوف، هذيك المرة لقيت ساعة مثلها بس متاكلة، هيدي ليكو متاكلة مبخوش، يعني متاكلة. في نوع ساعات، يا جماعة في نوع ساعات مكتوب عليه شي من جوا، ما مكتوب ومصدّاي كتير. خلونا نغسلها، بنجرب نغسلها. هيدي هي، خلوني اجرب بس اغسلها شوف شو بيطلع معنا. في نوع ساعات المي رجعت، هلا بدها تيجي فرد مره. هيدي هي، في من جوا فيها شيء عم ينط، شايفين قد ما قديمة، شوفوا كيف مبخوشة، شوف كيف مبخوشة قد ما قديمة، اوف بقلبها معجون، والله العظيم بقلبها معجون.
لحظة هي ريشة هي ريشة هي ريشة والله العظيم قلبها معجون. هي المعجون شو هالمعجون؟ والله العظيم قلبها معجون مليانة ما في ريحة، ريحة بشعة كتير بس قلبها معجون. عم فكر اكسرها او خليها للذكرى. هيدي هي الساعة مثل ما قصناها، بس ما صار لها زمان، يمكن شغلت الله اعلم والله الله اعلم بجوز اكثر من 5 سنين 10 سنين، لاني محتفظة تحت جذوع الشجر. شارك كثير قول سبيني لقاني هون شارك كثير هاي شارك راحت هاي عوش الأرض هون ولا شارك كثير انا لسه كبير هاي طلع شكله معقول الحجر هذا؟ لا هادي. طيب هذا شو هذا؟ بفل 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 تعيد بفل تعيد صوت. عم قولي شارة كبيرة كتير. طيب عندها الصخرة تماما، عند الصخرة تماما. قول يا رب وندور الوضع. تعرف ليش عطاني رقم كبير على هاي؟ انه شغله كويسه. هاي كروم، هاي مسكه باب، هاي مسكه تاعت الباب، بس ما تاعت باب المنازل او البيوت، هي مسكه باب تحت سفينه بيكون كروم. يعني انا مسافر بالبحر ولهذا السبب عم اقول لكم هيك بيكون نوع كروم، يعني صعب تصدي. لهذا السبب اعطاني انه شيء كويس. يلا خلونا لهون. اشاره هون، اشاره 98. ليك ليك هذه هي، هذه هي 98 عن هذا. ما بعرف شو هذا ولكن صعب وما حديد هذا. هذا الله العظيم قصدير، الله اعلم هذا قصدير، يعني لانه اعطاني رقم 90 بس وصل ل 90 معناتها ممتاز.